طيب، لفيت لفة انت ولا لفة قمر الدين؟ بتدور على ايه في اللفة؟ انا تعبت من كتب اللفة. تعبت من كتب اللفة. بتدور على ايه؟ والله بدور ان انا فاتني كتير جدا. يعني يمكن قصرت في بعض الاوقات، فرقت معايا جدا. يعني كان زماني في مكان تاني يعني، بس الحمد لله. امتى الوقت اللي انت لما بتقعد مع نفسك انا قصرت في الحته دي؟ انهي وقت قصرت فيه؟ انا قصرت بسبب النفسيه يعني. كان ماشي من الزمالك، كان اثر عليا نفسيا شويه. ليه المرحله بتاعت الزمالك دي اخدت منك وقت كتير؟ استهلكتك ليه ذهنيا؟ ما انت مشيت وانت صغير اصلا. مشيت وانا صغير. انت مشيت انت كام سنه؟ انا مشيت وانا عندي 20 سنه. طيب، ما هو المشكله في حاجه، المشكله ان انا قبل ما اروح نادي الزمالك كنت جالي كذا عرض احتراف فرفضتهم ماشي، عشان خاطر نادي الزمالك. كان جالك من فين؟ كان جالي من فرنسا. كان جالي مارسيليا. كان جالي في مارسيليا بس فتره معايشه. وكان جالي نادي في المانيا اللي هو ميونخ 1860. ايوه. وكان جالي نادي في المانيا برضو اسمه جريت الفيرت، بيلعب درجه تانية برضو. نادي كويس يعني، كانوا عاملين توأمه ساعتها مع دورتموند. ماشي. فانا كان كل ده يعني انا رفضته، وكنت فضلت نادي الزمالك. ففي خلال السنه بتاعت نادي الزمالك كنت شايف ان انا يعني ما بلعبش في المركز اللي انا بجيت فيه قوي، اللي هو الباك ليفت. فبس يعني حاولت ان انا ادي فيه على قد ما اقدر يعني. وكسبنا الدوري، وكنت حصل لي في الموسم ده اصابات كتير بعدتني شويه. كان اسباب الاصابات دي ايه؟ كان في مره كنا بنلعب في ماتش بتوجيت، وكنت خبطت في ضلعي. فقعدت فتره يعني. كان في كدمه جامده في ضلعي. فقعدت عليها فتره، وفي الفتره دي كان مستر باتشيكو اللي ماسكنا. كان ماشي مستر باتشيكو، وبعد كده جه مستر فيريرا. فعقبال ما جه بقى وانا كنت مصاب ورجعت، فخدت وقت عقبال ما لعبت معاه. وفيريرا كان اللي موجود هو اللي بيلعب بيه على طول. كان هو كمان كان شخص يعني، كان طريقته صعبه جدا وشخصيته قوي. شخصيته قويه جدا يعني. احنا حتى اول ما هو جه كنت انا خفيت، وبعد كده رحت المنتخب الاولمبي. فلما رجعنا فقال لي انت مش هينفع تنزل معايا التمرين دلوقتي، لان انت لسه ما تعرفش احنا بنشتغل ازاي. فهتاخد اسبوع تعرف احنا شغالين ازاي وبنتمرن ازاي وطريقتنا ازاي. طب بتاخد الاسبوع ده فين؟ هاخد اسبوع يعني الف حوالين الملعب كده واشوف التمرين. تلف حوالين الملعب واشوف التمرين، واشوف اتفرج على التمرين. يعني اسخن وانت مع بتلف كده تتفرج. اسخن مع الفرقه تسخيني العادي. ولما يجوا يشتغلوا في الملعب تقعد تتفرج. الف بقى اشوف يعني شغله ازاي وطريقته ازاي وكده. وفعلا عمل كده. وكان ساعتها الفرقه بتكسب وماشيه كويس. طب خليني اسالك سؤال مهم، فرق معاك يعني لما انت قعدت القعده قعدت تتفرج؟ حسيت ان انت دخلت جوه الاجواء فعلا، وهو كان عنده وجهه نظر صح؟ لان هو كان شغله صعب، وكان تمارينه صعبه، وكان فكره صعب يعني. صعب مركب. صعب ان انت تفهمه على طول من هو بيشرحه ليك في الملعب. لازم تشوفه الاول وتفهم طريقه الشغل، وبعد كده يتشرح لك عملي. فدي خدت معايا وقت. عشان كده الفرقه بتاعت الزمالك اللي في الوقت ده، او اللي بقي منها، او اللي مشي، فيريرا ده بالنسبه لهم ملهم. طبعا كلنا يعني. هو الصراحه اثر في حياه يعني في طريقه وتفكير كل اللعيبه. هو كان دايما يقول لي، حتى كنت انا ساعتها لسه صغير، كان دايما يقول لي انت لعيب كويس، بس مشكلتك هنا يعني. لازم هنا يتغير. منتاليتي. لازم هنا يتغير. عقليه. انا فهمت الكلام ده بعدين. وهنا يعني كان فيها ايه؟ والله هنا كان في صربعه على اللعب. صربعه. كان في استعجال على اللعب. كنت حاسس ان انا مضغوط، وكان سني صغير. كان ساعتها كابتن حماده طلبه اللي بيلعب باك ليفت، وهو مش باك ليفت، وما كانش في باك ليفت غيري. فكنت انا ساعتها راي الشارع بالنسبه لي كان بيضغط عليا. انت فين؟ ما تلعبش ليه؟ مش باك ليفت. مؤلمه، خد بالك، مؤلمه. مفيش باك ليفت. بس اقول لك انت لازم تلعب انت. وانا كمان كنت صغير، فلسه مش عارف اتعامل مع الضغوط دي. ومش عارف يعني كنت الكلام ده بيعمل عليا ضغط، ان انا ببقى دايما عايز العب. انت ما حدش اهلك نفسيا لما جيت تخش الزمالك؟ لا، ما حدش اهلك. لا، مفيش، لان يعني حتى كان ساعتها كل المجموعه اللي كانت في الزمالك كانت مجموعه جديده، كنا 18 لعيب. ايوه. فكله جاي عايز يثبت نفسه. فمفيش حد بقى فاضي ينصح حد يعني. ما انت مش هتاخد النصيحه من اللعيبه زمالك، انت هتاخد النصيحه بس من اقرب الناس اللي حواليك. بس صدقني بيفرق معاك لما يبقى معاك لعيب كبير في الفرقه.
ومعاه لعيبه صغيره وبيقدر يلمها وبيقدر يكلمها. فرقه تقصد مستقره وانت جاي عليها؟ جاي صفقه. لكن لكن الفرقه، لكن انتوا كلكم داخلين كان على في احلال وتجديد سبق حصنه. فطبعا كل اللي جاي عايز يثبت نفسه، وكانت كل اللعيبه اللي جايه كانت لعيبه نجوم في فرقها وجايه يعني عايزه تفضل نجوم.